الشوبينج. يمكن الفترة اللي فاتت وبعد فتح المحلات وكمان المولات التجارية حصل جدل كده ما بين الناس، اللي هو ناس متلهفة جدا ان هي تنزل وتشتري لبس جديد، وخصوصا انه في مواسم عدت من غير ما نشتري لبس جديد، وناس ثانية خايفة انه لا ممكن اللبس ينقل لنا الفيروس. ولكن مع بيان من وزارة الصحة اكدت فيه انه اللبس مش بينقل فيروس كورونا، يعني لو انا رحت ولبست حاجة وحد غيري كان لابسها لا مش ده اللي بينقل الفيروس، ولكن الخوف كله من البروفة نفسها أو مكان القياس بتاع اللبس، الأسطح اللي فيه لو أنا لمستها وحد قبلي كان مصاب ولمس نفس المكان. هي المشكلة كمان بيبقى هو القلق الطبيعي من التزاحم كمان اللي موجود في محلات الهدوم أو الشوبينج نفسه كفكرة. أكيد بتنزلي تلاقي ناس كتير، فهو الموضوع قبل ما نتكلم عن إحصائيات رسمية أو تصريحات أو نصائح، هو في الأول وفي الآخر البني آدم عنده عقله. أنا لو بصيت في محل لبس ولقيت فيه ناس ما تخلوش بالظبط، يعني حاول أنا أنتقي الوقت اللي أنا بروح فيه أو أنا محتاج إن أنا أشتري فيه لبس. البروفا أكيد يعني الكمامة لازم، أكيد الكحول والتعقيم، التباعد اللي احنا واخدين بالنا منه، واعتقد يعني المفروض ما حدش يقلع الكمامه خالص وهو بيقيس، ويفضل انه ما يقيسش. يعني انا شايف عن نفسي يعني دي حاجه عني شخصيا. لا هو عشان الولاد ما عادي ما بيفرقش معاه تقيس ولا ما تقيسش، احنا مش عايزين اصلا نروح لا لينا ولا ليكم والله. لا اكيد فكره القياس بتكون حاجه مهمه، ولكن الاهم انه مثلا لو اللبس ده جه على وشنا طبعا يفضل ان احنا نبقى لابسين الكمامه، نبقى كمان لابسين جلوفز طول ما احنا ماشيين بنختار وبنقعد نمسك دي ونمسك دي عشان حتى اللي يمسك اللبس مكاننا لو ايدينا فيها مشكله ما نضرش حد تاني. بالظبط، اهم حاجه طبعا طول ما احنا بره اللي دايما بنقوله انه ايدينا ما تجيش على وشنا، او ايدينا ما تلمش منطقه الفم والانف بالاخص. صحيح، يمكن كمان من ضمن الحاجات المهمه اللي هو لازم نغسل الهدوم بشكل كويس جدا وننقعها في محاليل التنظيف لمده 24 ساعة علشان نتأكد ان حالتها كويسة. دي النصائح الرسمية يا جماعة اللي بنقولها لكم، 24 ساعة يتنقع في محلول تنظيف مناسب. زي برضو ما كنا بنقول انه مهم جدا موضوع الجلوفز او الجوانتي، وان انت بعد ما تخلص خلاص خلصت الشوبينج بتاعك او خلصت القياس بتاعك ان انت بتتخلص من الجوانتي ده بالطريقة السليمة. وكمان نفس الحكاية للماسك يفضل ان انت تغيره. مهم جدا ان احنا نغسل ايدينا بالمية والصابون، ده مش بس وقت القياس او وقت الشوبينج ولكن بصفة دورية او مستمرة.